الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 8 عجلات وإحباط محاولة هدر بالمال العام في منفذ ميناء مقصر الأوسط. وأوضحت هيئة المنافذ أنها ضبطت 8 عجلات باص نوع تويوتا خارج الحرم الجمركي لميناء مقصر الأوسط، وذلك لثبوت تزوير وصل مبلغ التأمينات الوديعة الخاصة بشهادة المنشأ والفاتورة، ما سبب هدرا بالمال العام. قالت هيئة النزاهة في العراق أنها رصدت حالات تزوير وضرر في المال العام بأكثر من 10 مليارات دينار في معمل بمحافظة النجف. وأوضحت النزاهة أن فرقها ضبطت هدرا وصل إلى 10 مليارات دينار في معمل جلود الكوفة نتيجة عدم إدخال معمل دباغة الجلود في الكوفة إلى الخدمة منذ تاريخ استلامه في عام 2015 وحتى الآن، مبينة أنه تم ضبط أوليات العقد الذي أبرمته وزارة الصناعة والمعادن مع شركة إيطالية في عام 2010. بلغ العجز التجاري للأردن 3.996 مليار دينار أردني في أول 5 أشهر من العام الحالي وفق التقرير الشهري حول التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. وبحسب التقرير ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.8% والمستوردات بنسبة 1.2% خلال 5 أشهر الأولى من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وانخفض العجز في ميزان التجاري بنسبة 2.6% خلال 5 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أعلنت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر رفعاً فورياً لأسعار الفائدة في أعقاب قرار مماثل من المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 5.5% في زيادة هي الحادية عشر على التوالي منذ آذار عام 2022. وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة. حذر صندوق النقد الدولي من انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي قد يرفع أسعار الحبوب إلى حوالي 15%. وارتفع عقد أيلول للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة لتبلغ عند التسوية 7.60 دولارات للبوشل، متراجعا من قفزة كانت 7.77 دولارات للبوشل وهي الأعلى للعقد منذ 21 من شهر شباط الماضي. يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من تصريح لصندوق النقد الدولي قال فيه إن انسحاب روسيا سيضر دولاً تعتمد بشكل كبير على شحنات الحبوب من أوكرانيا لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. أما الآن فمع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ومع أسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.